Okay. Ik ben Benashour Meltounes. I'm a software engineer, PHP developer. ويعني بشتغل حاليا بآي اس بي في تونس. في الملتقى هذا يعني تعلمت كتير حاجات ثقافات يعني من بلدان عربية مختلفة، وكنت يعني كتير أشياء ما كنتش نعرفها متعلمتهم اللي في دومين التكنولوجيا، يعني كل ما هو يتعلق بالأوبن سورس تعلمته كتير، فما حاجات ما كنتش نعرفهم، وتعلمت كيف يعني في دومين الصحافة، يعني شفت شنو الأخبار اللي تابع التكنولوجيا واللي ما كنتش نعرفها يعني.